L'édito مع فاطمة كراي. البعثة الصحية التونسية إلى سوريا سلمت سواعدكم، شرفتمونا، نحن فخورون بكم، نحن فخورون بطاقم الإنقاذ التونسي من أطباء وتقنيي الصحة وفرق الإنقاذ المدني، فخورون بإطلالتكم وقد استهللتم الزيارات إلى سوريا للإنقاذ. نعم، التوانسة وقت اللي وصلوا الحلب والمدن السورية المنكوبة كان هناك صمت قصور، صمت خارجيات، وصمت بلدان كاملة أن شكون باش يبدأ الأول باش يمشي يتجه إلى هذه الأماكن. التوانسة كانوا الثانين بعد إخواننا الجزائريين، ولكن هوكا الجزائريين، الأخوة الجزائريين في رق الإنقاذ هما تابعين للجيش الوطني، دونك ما تراهمش في الشوارع، بينما التوانسة اللي وصلوا من أطباء كما قلنا وتقنيين ومنقذين في الإنقاذ المدني، لقاوهم السوريين الصباح في الشارع بالأسامي متاعهم بالدراب متاع بلادهم وهما يجريوا للإنقاذ، وأبهروا السوريين وأبهروا العالم لأنهم لفتوا انتباه المدير العام للصحة العالمية التابع للأمم المتحدة، وقد اتجه إلى مناطق السورية فوجد أمامه الطاقم التونسي. هكذا يحدثنا الدكتور التونسي اللي بدموع هي غالية بالضرورة. يتكلم الدكتور سمير عبد المؤمن ويتحدث عن الرحلة الحدث، رحلة التوانسة اللي دخلوا مباشرة إلى المستشفيات وإلى الإنقاذ وأنقذوا ما يمكن إنقاذه وأجراوا عمليات في غاية الدقة. بعد 12 سنة يتجه من تونس نحو سوريا فرق الحياة، بعد ما بعثت لهم تونس في غفلة من شعبها فرق الموت، كان تذكروا في 2011. الدكتور سمير عبد المؤمن يحكي قصة التدخل للإنقاذ في سوريا بدموع تسبق هذا الذي قاموا به. بين المستشفى والإنقاذ والركام تدخلت الشواهد التونسية للإنقاذ، وكذلك تدخل الرجال والنساء في إنقاذ أبناء السوريين اللي هما ما لقاوش شكون يقف عليهم قبل التوانسة والجزائريين. قال الدكتور إن شاء الله فتحنا باب ما يتسكرش، وإحنا نقول لهم شرفتمونا بهذا الذي فعلتم، أنتم لفتتم العالم وجعلتم العرب يخجلون من أنفسهم ويتجهون إلى سوريا من أجل الإنقاذ. سوريا اللي ساهموا كل العرب تقريبا في أنهم يخليوها تحت الأنقاض منذ 12 سنة، ساهموا في أن تتأجج الحرب داخلها بين أبنائها على حد شيء، ولكن اليوم التوانسة يساهموا في أن صوتهم يعلى، وكذلك سوريا تبرى على يدين التوانسة لأنهم فتحوا الباب. فبعد التونسيين يقول الدكتور جاءوا الإماراتيين وجاءوا السعوديين وجاءوا المصريين وتفتح الباب على سوريا، باب الإنقاذ. الشواهد اللي أعطاها والكلام اللي قالوا والصور اللي انقلها لنا تدمي القلب وتدمع العيون، فيها شيء فظيع، فظاعة الزلزال ما تضاهيهاش ولا ربما كيفها فظاعة الحرب، وكذلك فظاعة الأمراض والأوبئة. اليوم رينا اللي السلطات السورية كيفاش فرحت بالتونسيين لأنهم تخطاوا كل الصعاب وجاوا في منطقة منكوبة فيها سوريين أطفال ونساء ورجال وغيرهم تحت الأنقاض والموتى بالآلاف. اليوم تونس تقول لكم نحن فخورون بكم، وأنتم الذين أرجعتم هذه العلاقة وفتحتم الباب، باب الشفاء وباب المساندة إلى الأشقاء السوريين، لأنهم أحسوا كثيرا من ظلم ذوي القربة الذي هو أشد مضاضة من وقع السيف المهندي.